في خبر آخر، كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال قياس رضا زوار وقاصدي المسجد الحرام عن طريق الخدمات المقدمة الميدانية عن طريق خاصية الباركود، مزودة بست لغات عالمية وموزعة على 5 محطات رئيسية وفقا لرحلة ضيف الرحمن. المواكبة التكنولوجية اللي موجودة في الحرمين الشريفين واللي بتسعى طبعا لخدمة الحجاج وتسهيل أمورهم، من ضمنها أيضا وجود الروبوتات والذكاء الاصطناعي وخدمة الفتاوى واللغات المختلفة، فطبيعي جدا أننا نحرص على قياس رضا الحاج وإيش الخدمات اللي يحتاجها وكيف وجد هذه الخدمات اللي إحنا بنقدمها، وأيضا نستمع لآرائهم أنه إيش حابين كمان يكون أشياء موجودة أو تسهيلات موجودة حتى يؤدوا هذه المناسك على أتم وجه.